تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية العلمية، النموذج الثالث، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، لون العبارة الصحيحة. إذا لدينا عبارات، العبارة التي هي صحيحة ألونها. العبارة الأولى، الأرنب حيوان مفترس. ثانية، أتنفس عند النوم. جميع الحيوانات تتغذى على الأعشاب. الأرنب حيوان مفترس. أرنب يأكل السلطة، يأكل جزر، إذا من أكلاته العشب. أحسنتم، أرنب حيوان يعتشي، مفترس خطأ، لا ألون. أتنفس عند النوم، أتنفس باستمرار في الليل وفي النهار، إذا أتنفس عند النوم. أحسنتم، عبارة صحيحة ألون. ألون العبارة الصحيحة، والخاطئة لا ألون. العبارة الثالثة، جميع الحيوانات تتغذى على الأعشاب. أحسنتم، خطأ، يوجد بعض الحيوانات تتغذى على الأعشاب وحيوانات أخرى تتغذى على اللحوم، ليست كلها تتغذى على الأعشاب، إذن عبارة خاطئة. ثانيا، المكان المناسب للعب فيه. المكان المناسب للعب فيه، هل فيه مصانع، فيه أشجار، دخان السيارات؟ المكان الذي ألعب فيه، هل يجب أن يكون يتوفر فيه المصانع أم الأشجار أم دخان السيارات؟ أحسنتم، المكان الذي ألعب فيه يجب أن يكون فيه، جيد، الأشجار، ألون أشجار. المكان الذي يوجد فيه الأشجار هواؤه نقي، بينما المكان الذي يتوفر فيه مصانع أو يوجد فيه دخان السيارات هواؤه ملوث، مضر للصحة. إذا ألعب في الأماكن التي فيها أشجار أو نباتات. نراجع الإجابات، أرنب حيوان يعتشب وليس مفترس. أتنفس عند النوم صحيح، وليس جميع الحيوانات تتغذى على الأعشاب، بعضها على الأعشاب وأخرى على اللحوم، إذن خاطئة. المكان المناسب للعب يجب أن يكون فيه أشجار أو نباتات، بينما المكان الذي فيه مصانع أو دخان سيارات هواء ملوث ولا يجب أن أتجنب اللعب فيه. ننتقل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني، أكمل بالكلمات المناسبة. يمتص النبات الأخضر الماء بواسطة، يتمم، ويصعد عبر، يتمم، ويتوزع عبر. إذا لدينا هنا نبات، هو نبات أخضر، نبات أخضر، يمتص النبات الأخضر الماء. إذا سقينا هذا النبات الماء، نسقيه هنا في التربة، فإن النبات يمتص هذا الماء بواسطة، هل بواسطة الجذور أم بواسطة الأوراق أم بواسطة الساق؟ أحسنتم، يمتص بواسطة جذوره، ها هي جذوره. إذا يمتص النبات الأخضر الماء بواسطة، جيد، جذوره. وليس بواسطة الأوراق ولا بواسطة الساق. ويصعد عبر، إذا هنا الماء يوجد في الجذور، لأن الجذور هي امتصت الماء. يصعد عبر ماذا؟ عبر، أحسنتم، عبر الساقي، ويصعد عبر الساقي. الماء هو الذي يصعد عبر الساق. ويتوزع عبر، ثم يتوزع عبر، أحسنتم، كامل أجزائه أو كل أجزائه، ويتوزع عبر كل أجزائه. كل أجزائه. إذا نراجع، يمتص النبات الأخضر الماء بواسطة جذوره، ثم يصعد عبر الساق، ويتوزع عبر كل أجزائه. يمتص النبات الأخضر الماء بواسطة جذوره، ويصعد عبر الساق، ويتوزع عبر كل أجزائه أو كامل أجزائه. التمرين الثالث، أكتب البيانات على الرسم. لقد أجبنا عليه، أكتب البيانات على الرسم. لدينا ساق، جذور، أوراق. إذا أحسنتم، ها هي الجذور، إذا هذه جذور. هذه، جيد، ساق.
بينما هي أوراق النبات الأخضر فيه جذور، هذه التربة جذور، فيه أوراق، فيه ساق. الثمين الرابع وصنف الماء حسب الجدول. إذا ماء لدينا جدول فيه ماء صالح للسقي وماء غير صالح للسقي. ماء صالح للسقي معناه يمكن لهذا الماء أن نسقي به النبات والأشجار، بينما ماء غير صالح للسقي ماء لا يمكن أن نسقي به النبات. ولدينا مختلف المياه، لدينا ماء الأمطار، ماء قنوات الصرف الصحي، ماء البحري، وماء الحنفي. إذا وجدناه ماء صالح للسقي يمكن أن نسقي به النبات نكتبه من هنا، ولكن إذا كان غير صالح نكتبه من جهة أخرى. إذا ماء المطر، الماء الذي ينزل من المطر هل يمكن أن نسقي به النبات؟ أحسنتم، نعم. إذا ماء صالح للسقي، ماء المطر صالح للسقي. نواصل. ماء قنوات الصرف الصحي، قنوات الصرف الصحي هي المياه الوسخة. إذا لا يمكن سقي النبات بمياه وسخة أو ملوثة، هي مياه ملوثة. إذا مياه ماء قنوات الصرف الصحي غير صالح للسقي، نكتبها من جهة. ماء قنوات الصحي. نواصل. ماء البحر، ماء البحر مالح لا يمكن نسقي به النبات أو الأشجار، إذا نقول أنه ماء غير صالح للسقي، ماء البحر غير صالح للسقي. ماء الحنفية، الماء الذي موجود عندنا في البيت في المنزل هل يمكن نسقي به النبات؟ طبعا صحيح، إذا ماء صالح للسقي، ماء الحنفية صالح للسقي. إذا لدينا ماء الذي يمكن أن نسقي به النبات أو نقول ماء صالح للسقي، ماء الأمطار وماء الحنفية، بينما المياه الغير صالحة للسقي ماء قنوات الصرف الصحي وماء البحر. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.